بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي تيشوف الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب، تنشكرهم بزاف على التعليقات الجيدة، وشكرا على التعليقات ديالكم. اليوم ان شاء الله بحول الله وقوته غادي نحط واحد الوصفه صالحه للزوج اللي تيكون ما تيعطيش للمراه الفلوس وتيكون سقرام وما تي عنده الفلوس وعنده كل شيء ولكن ما تيبغيش يعطي الفلوس. هو اصله سقرام من هذا النوع اللي واخا يكون عنده الفلوس هو ديما ما عندوش. بزاف التعليقات اللي خلاو لي العيالات بانهم كاين الراجل اللي تيعطي الفلوس لأي واحد إلا بيتو ما تعطيهمش الفلوس. علاش؟ هو هكاك ما عندك ما تديري ليه. إذا غادي نحاولوا اليوم إن شاء الله غادي ناخذ واحد الوصفة زوينة. المهم غادي تقولي لي يعطيني 5 دراهم أو يعطاك 5 دراهم أو 50 درهم أو 5 دراهم على حسب. الناس اللي بالدول العربية عندهم ما عندهمش نقود نقدية، عندهم عندهم هاد الورق. إذا غادي ناخد هاد 7 سكرات غادي نحطهم هكا ونقرأ عليهم هاد القراءة. تقرأي عليهم تاخدي من عنده 50 درهم أو 5 دراهم على حسب اشنو عطاك. مهم تكون الرقم 5. مهم غتقراي عليهم الم نشرح لك صدرك 7 مرات. تقراي على كل قطعه الم نشرح لك صدرك. سورة الشرح الم نشرح لك صدرك حتى تكملي الايه. المهم 7 كل قطعه تقراي عليها سورة الم نشرح. وتقرأ عليهم هاد الدعاء، أو ماشي دعاء، هو صيغة حطوها للجد بطريقة شعبية. شربتك السكر يا فلان ولد فلانة، عليا تنفق مالك وانت تشكر شربتك السكر يا فلان ولد فلانة، عليا تنفق مالك وانت تشكر. كلام بسيط وما فيه لا شركيات وما فيه حتى شي حاجه. تقريبا فيه انه الجذب فقط، ما فيش طلاسم، ما فيه حتى شي حاجه. فيه تقراي سورة الشرح، الشرح 7 مرات، وتقراي هاد الصيغه. شربتك بالسكر يا فلان ولد فلانة، عليا تنفق مالك وأنت تشكر. إن شاء الله تكون هاد الصيغة معروفة ومفهومة، هي جيدة إن شاء الله. هاد الفلوس تحطو معاهم قطعة السكر وتحطوهم في تحطوهم في الساك ديالك أو في ما تصرفيهمش. وهاد السكر يشربو الزوج، تحطي معاهم قطعة السكر 5 دراهم، تحطي معاها قطعة ولا هذا ولا 50 درهم هذا. وهذا السكر كل يوم مدة 7 أيام ديريه في حليب مع عصير، امشي طيب شي حاجة تكون حلوة وتكون زوينة تحطي فيها السكر، وأنه يشرب معكم على حسب باش تشرح لي صدره واللي يعطي لمراته الفلوس ويعطيها تجذب منه الفلوس بطريقة إيجابية وبطريقة زوينة، بدون عنف، بدون صراخ، بدون صداع، بلا مشاكل، بلا تش حاجة. أنك تطلبي حقك الشرعي، لأنه هو عنده، إلا ما عندوش الغلب الله، أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إلا ما عندوش الغلب الله ما عندوش، إلا عنده وما تنفقش هذيك حاجة وحدة أخرى، هذيك تتسمى بخيل. أن الرجل البخيل
الله سبحانه وتعالى ما تيبغيش، لان خاصو ينفق على وليداتو وينفق على عائلته وعلى الاسره ديالو باش انهم ما يتحرموا من حتى شي حاجه. كاين اللي عنده ما تيبغيش يصرف على حساب انه خاصو يجمع لدوير الزمان، ولكن الله هو اللي تيضمن الامور ديالو. المهم هاد خمسه، هاد الى عطاك هاد القطعه حاولي ديريها في المحفظه مع شويه السكر، ولا كان عطاك هذه ديري مع قطعه صغيره 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 جدا، ديريها في المحفظه ديالك وتخليها على شكل حلقه وتخليها في المحفظه ديالك. مقري السكر عليه الشرح، وهاد ان شاء الله بحول الله وقوته تحطوا هاد السكر على حليب، شي حاجه تكون تكون حلوه، اما كيك اما كل يوم انكم تشربوا هاد السكر سكره في اليوم، ماشي كلشي السكر، تحافظوا عليه في واحد المكان طيب، وكل يوم تحطوا قطعه السكر، اما في شاي لا قهوه لا، حلوه ام حليب ام عصير ام شاي. اذا ما بقى لي غير نقول لكم دعموني وخليوا لي لايك وبارطاجيو هاد الفيديوهات، وحاولوا تدعموا القناة ديالي، وحاولوا تدعموني. تنتمنى لكم الخير والسعادة وراحة البال وكل ما تمنيتو يا ربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.